الحقيقة أن هذا المقصد شاسع واسع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أوردنا في حديث سلمان لم يترك شاردة أو واردة إلا بينها للصحابة أداء للأمانة التي كلف بها. وفي جانب الطهارة أو جانب الصحة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بث الثقافة الصحية في نفوس وأبناء صحابته رضوان الله عنهم. أولا نجد أنه كان يأمرهم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهارته وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من الأذى. نجد أنه أوصى عمرو بن أبي سلمة فقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نجد أيضا أنه أوصاهم عليه الصلاة والسلام في قضية التثاؤب فقال: إذا تثاءب أحدكم فليغطي فمه. نجد أيضا من الثقافة التي بثها في قضية العطاس، فجاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس غطى بيديه أو بثوبه وغض بها صوته. نجد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء أو في قرب الطعام. نجد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الإنسان يديه مباشرة عندما يستيقظ من الوضوء. نجد أيضا عليه الصلاة والسلام أنه وجه الصحابة إلى تغطية الكؤوس وقرب الطعام أو قرب الماء وأواني الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوكوا السقاء وغطوا الإناء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو وكاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل عليه من ذلك الوباء. فالحديث هنا يقرر أن ثمة مرض أو وباء له صورة مادية وملموسة ينزل مرة أو ليلة في السنة، وقد يقع وقد لا يقع بقضاء الله عز وجل وقدره. ويقرر الحديث أيضا أن هذا المرض أو هذا الوباء يذهب مباشرة إلى الأطعمة والأشربة، وبالتالي الأطعمة والأشربة من أكبر الوسائط التي تحمل الجراثيم وتكون عرضة للفطريات والبكتيريات إلى غير ذلك. نجد أيضا من الثقافة التي بثها عليه الصلاة والسلام قاعدة العزل الصحي والذي أصبح معمولا به الآن في المجتمعات الأوروبية، فقال عليه الصلاة والسلام: في الوقاية من الأمراض فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: في عزل المرضى عن الأصحاء لا يردن ممرض على مصح. وقال عليه الصلاة والسلام: في جعل السياج عند المرض، إذا سمعتم بالطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منه، وإذا كنتم في غير أرضه فلا تدخلوا عليه. وجعل أجر المحتسب كأجر الشهيد، فقال عليه الصلاة والسلام: الفر من الطاعون كالفر من الزحف، ومن صبر عليه كان له أجر شهيد. إذن كل هذه المعاني، كل هذه القضايا، كل هذه اللمحات تبين مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الإنسان، تبين كيف بث هذه الثقافة وزرعها في نفوس الصحابة حتى تغدو واقعا علميا ملموسا في مجتمعاتهم.